احنا هنا في اللجنة الفرعية رقم 108 بمنبر الفيوم، عدد الناخبين الملعوبين بالانتخاب أمام اللجنة 2100 ناخب. نسبة الإقبال في مرحلة الإعادة أقل من المرحلة الأولى، وده راجع لخروج أكثر من 20 مرشح بالمنافسة، انحصار المنافسة بين 4 مرشحين فقط. بالتالي الناخبين اللي كانوا بيجوا ل20 مرشح ما جوش في جوله الاعاده، وده يفسر سر ضعف الاقبال في مرحله الاعاده عن المرحله الاولى. في اليوم الاول لجوله الاعاده حضر ما يقرب من 130 ناخب. اما اليوم الثاني اللي هو ما زال التصويت ساري النهارده بيه حتى الان، فحضر ما يقرب برضه من 100 ناخب. وفي كل الاحوال نسبة الإقبال في مرحلة الإعادة أقل من نسبة الإقبال في المرحلة الأولى للانتخاب، وده قلنا راجع لخروج أكثر من 20 مرشح من المنافسة، وصار المنافسة بين 4 مرشحين فقط، وده يفسر ضعف الإقبال في جولة الإعادة.